ونتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى العاصمة طرابلس، ومعنا من هناك مراسل القناة وليد بلانا. وليد، مساء الخير. مساء النور محمد. نعم وليد، أين تتواجد بالتحديد الآن؟ أنا بالقرب من قاعة المؤتمر الوطني العام، خلفي محمد. نعم. قاعة المؤتمر الوطني العام. طيب، ضعنا في الصورة، يعني كيف جرت الاقتحامات للقاعة وكيف هي الأوضاع بعد هذا الاقتحام؟ محمد، طبعا قبل ساعات متظاهرين غاضبين من سوء أو فشل، ربما يقولون أنه فشل، أداء أعضاء المؤتمر الوطني العام، وأرادوا ربما انتخابات مبكرة. هم ينتمون إلى أعضاء حراك لا للتمديد، ومنهم لا ينتمي لأي حراك، فقط غاضب من سوء ما تشهده الأوضاع في ليبيا وفي مدينة بنغازي في مدينة طرابلس. دخلوا إلى قاعة المؤتمر الوطني العام اختموه. قبل قليل سمعنا إطلاق الألعاب النارية، ربما احتفالا من المتظاهرين، ويقولون أنه هو اليوم المحدد لأن انتهاء عمل أعضاء المؤتمر الوطني العام. نعم. نعم محمد. طيب وليد، يعني هل المتظاهرون لازالوا يتواجدون داخل قاعة المؤتمر؟ نعم، لازال عدد من المتظاهرين خلفي أمام الباب الرئيسي للمؤتمر، ويتواجد بعض المتظاهرون أمامي في هذا الشارع. يحاول المتظاهرون فتح الشارع لتسهيل مرور السيارات المارة عبر الطريق المتواجد أمام المؤتمر الوطني. طيب، ماذا عن أعضاء المؤتمر؟ هل لازالوا هم أيضا داخل القاعة أم خرجوا من القاعة أم محتجزين؟ كيف هي أوضاعهم؟ قبل ساعات خرج أعضاء المؤتمر الوطني العام، خرجوا من هذه الجلسة عندما اقتحم المتظاهرين هذه الجلسة، خرجوا حيث أنهم هناك أعضاء، بعض من الأعضاء ربما تسمع محمد الألعاب النارية تطلق من جديد، ربما احتفالا أو فرحا بانتهاء، حسب ما يقولون، هذا اليوم هو انتهاء لعمل المؤتمر الوطني العام. أرجع إلى حديثي محمد، أن الأعضاء عندما دخل المتظاهرون إلى قاعة المؤتمر، هناك حاولنا الاتصال بعدد من الأعضاء المؤتمر الوطني العام في عضوات، أنهم قد سهلوا لهم الخروج، وهم عضوات من المؤتمر سهلوا لهم الخروج. نعم محمد. طيب، هل من جهات أمنية تتواجد في محيط قاعة المؤتمر حتى هذه اللحظة، أم أن المكان خال تماما من أي قوات أمنية؟ عدد قليل جدا محمد من رجال الأمن شاهدتهم خلفي، والباقي لا أعرف إلى أين ذهبوا، فقط عدد قليل جدا من الذين يرتدون الزي العسكري والمكلفين بحماية المؤتمر الوطني العام. محمد، ربما لو تسمح لي، أحد المتظاهرين، حاضر، أحد المتظاهرين الذي علق على جبهته كلمة ارحلوا، ويقصد بها، ربما تقصد بكلمة ارحلوا لأعضاء المؤتمر الوطني العام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الموضوع واضح ياسر، عينا دمنا متقطع في جميع أنحاء ليبيا، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب. قلنا لكم توكلوا على الله، ديروا خارطة طريقة، خارطة طريقة سريعة تنقذوا بها الشعب، وتتوكلوا على الله، ونشوفوا احواننا. لكن انتوا قاعدين مسكرين راسكم. هذا مصير كل من جي ضد إرادة الشعب الليبي، هذا مصيره. كل من يجي ضد إرادة الشعب الليبي هذا مصيره. محمد، ربما الكل هنا يريد الحديث، ربما يريدون الحديث ايضا. هم هذو مجموعه من المتظاهرين حولي، وكما تسمع ما لازالت الالعاب الناريه تطلق خلفي احتفالا، ربما احتفالا باقتحامهم دخولهم لأعضاء المؤتمر واضطرارهم لإخراجهم من هذه المؤتمر، لأنهم يقولون أنهم لم يقدموا، مثل ما استمعنا إلى أحد المتظاهرين قالوا أنهم لم يقدموا أي شيء لصالح ليبيا. دعني محمد، أحد المتظاهرين طيب ربما يعني يريدون كلهم وليد، يعني هل الجهات الأمنية المتواجدة حول المقر أي مقاومة للمتظاهرين؟ هل حاولت منع المتظاهرين من الوصول إلى القاعة، أم أن الأمور جرت بشكل طبيعي ولم تحدث أي مقاومة؟
لما تحدث أي مقاومة من الجهات الأمنية المكلفة بحراسة المؤتمر الوطني العام، فقط عندما حاول المتظاهرين دخول ربما في البداية منعوهم من الدخول، ولكن العدد الكبير من المتظاهرين نعم عفوا محمد، العدد الكبير من المتظاهرين ربما منعهم من الشيء أن يقوموا بأي ردة فعل تجاه المتظاهرين. هذا الشيء الذي دخل به العدد الكبير الذي دخل به المتظاهرين إلى قاعة المؤتمر أثناء الجلسة واضطرار أعضاء المؤتمر إلى الخروج. نعم طيب محمد. وليد، تضاربت بعض الأنباء حول استقالة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام. نعم تضاربت بعض الأنباء. نعم محمد، هناك من نعم يعني تضاربت بعض الأنباء حول استقالة النائب الأول، هل تؤكد ذلك أم تنفيه؟ أم لا معلومات لدي؟ لا، لم ترد إلي أي معلومات بشأن استقالة أي عضو من أعضاء المؤتمر. سمعنا عن فقط عن إصابات لما نعلم بها، قالوا لنا أن بعض أن الأعضاء قد أصيبوا. هم يقولون أن مع عبد الرحمن العضو عبد الرحمن السواحلي رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن قد أصيب. هم كانوا متواجدين هنا. نعم الفكرة وليد، شكرا جزيلا لك. وننتقل الوليد الى عضو المؤتمر الوطني العام. نعم وليد، نعم وليد محمد، لا تسمح لي بكلمه. نعم احد المتظاهرين يريد ان يقول كلمه خصوصا. انا بالله كلمه الى رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسامين اللي قال اعلان ان دار نفس يعني نفس كلام اللي كان يقول فيه القدافي، ان احنا واخذين حبوب. دقيقه بس يا اولاد، ان واخذين حبوب وحبوب هلوسه واحد. اتفرج بالله الكاميرا الشباب لا خنبوا لا كسروا. هذه لا للتمديد، هذه هي ربما محمد، هذه كلمات لما لا للحين العزل السياسي اللي هو حقه يريده به بطل وضربه وكسره خيره ما طلعش قال عليهم واخذين حبوب هلوسه. نعم. اول لما جاي قلنا لهم لا للتمديد طلعوا الفكره وليد وبدت الصوره. نعم هذه محمد وليد بالله. شكرا جزيلا لك وليد بالله، حدثنا من امام المؤتمر الوطني العام.